مشاهدينا الكرام، وما زالت هذه التغطية مستمرة على شاشة إكسترا نيوز، والمزيد من اللقاءات على هذه الشاشة. ننقل لحضراتكم كل الفعاليات أولا بأول عن قمة المناخ COP27، ومن هذه اللقاءات التي نرصدها لحضراتكم الآن لرصد أبعاد هذه القضية العالمية، هذه القضية التي تعنى بها جميع دول العالم وجميع الأجيال، الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية، قضية التغير المناخي. يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع السيد جون باياي نائب المدير التنفيذي في الإطار التنفيذي من السودان. السيد بول، أهلا وسهلا بك. Very nice to have you with us on Extra News. Thank you so much. Let me first ask you. في العام الماضي في دورة 26 لكوب كان هناك تمثيل ضخم ل الدول ومنظمات المجتمع المدني وحتى ممثلين عن الأعمال من القطاعين العام والخاص. دعني أسألك، ما الذي تتوقعه من تمثيل في الدورة الحالية لكوب 27؟ Thank you so much. One of the things that I would actually like to say is that the theme of this year is actually implementation. It is about implementation. دعيني أوضح أن السمة الأساسية للقمة هذا العام هي التنفيذ، وأن الدول المشاركة ستلتزم بالتعهدات. كما أود أن أوضح مجموعة من الأولويات الهامة. أول هذه الأولويات هي النظر إلى التكيف والتأكد من أن التمويل هو مفتاح التكيف. عندما ذكرت الولايات المتحدة في كوب 26 أنها ستقوم بمضاعفة التمويل للتكيف، فإننا ما زلنا نطالب باقي الدول المتقدمة لزيادة التمويل من أجل التكيف. النقطة هي النظر إلى تمويل التغير المناخي، وأنه يجب تحريك $100 مليار لصالح تنفيذ التكيف والتخفيف، كما يجب العمل على زيادة هذه المبالغ. النقطة الأخرى التي أود الإشارة إليها وهي الخسارة والضرر المصاحب للتغير المناخي. هذه قضايا مهمة، ومن المهم طرح هذه القضايا، ويجب على الدول المتقدمة قيادة هذه القضايا، كما عليهم الالتزام بما يقومون بطرحه أيضا على هذه الدول المتقدمة تقليل الانبعاثات. النقطة الثالثة وما أود أن أطرحه أن يعرفه الجميع هي أننا في جنوب السودان، فإن الزراعة هي أولوية، ونحن في قطاع الزراعة نأخذ خطوات جادة لتحسين جودة الحياة. هناك الكثير من القضايا الأخرى المهمة هناك، ولكن هذه القضايا هي قضايا أساسية ذات أولويات لطرحها في قمة المناخ. أود السيد جون أن أتوقف هنا في النقطة الثالثة التي ذكرتها وهي التمويل، لأن تم اعتبار التمويل من قبل الكثير من المتخصصين والخبراء على أنه العنصر الأكبر للتحدي هنا، خاصة بعد أن قامت الدول الصناعية الكبرى بالرجوع عن التزاماتها في السنوات الماضية، ولم يكن هناك نتائج حقيقية ملموسة لهذه الالتزامات. كيف يمكن لهذه الدول، كيف يمكن إقناعها بأن حان الوقت الآن لتنفيذ هذه الالتزامات ولاحترام البيئة بشكل أكبر، وأن يضعوا في اعتبارهم الأموال التي يجب أن يقوموا بدفعها وتذهب مباشرة للاستثمار في الدول النامية؟ شكرا على هذا السؤال. أنه ليس عن إقناعهم، وإنما هي واجباتهم. فالدول المتقدمة عليها أن تمد باقي دول العالم بالتمويل، وإن كان من المفروض إقناعهم بأنها تحتاج لزيادة حجم التمويل المقدم منهم، وأن هذا يجب أن يكون بالأمر الإلزامي. النقطة الأخرى الهامة المتعلقة بأمر التمويل هي أن هذه الأموال لا تأتي حقا، إنها مجرد أرقام ولكننا لا نراها فعليا، فعلينا أن نرى هذه الأموال كحقيقة وكخطط وليس كأرقام. فيما يتعلق ب
الفئة التي تحدثت عنها الخاصة بعنصر الفقد والدمار هي أحد الأثار الكبيرة التي سنتحدث عنها في كوب 27. هل ما هي التحديات التي تواجه العالم أو التي واجهها العالم منذ العام الماضي في كوب 27 في غلاسكو حتى الآن؟ شكرا لك كثيرا على هذا السؤال. والحقيقة أنه بالنظر إلى تمويل قضية الخسارة والضرر، فلننظر إلى الظواهر المناخية كالأعاصير، البراكين وغيرها. نرى أن كل هذه الظواهر قد حدثت بسبب الانبعاثات الدفيئة على مدار السنوات، وبالتالي فإن النظر إلى الخسارة والضرر له تأثير كبير. ولكن كما تعلمين، فإن الدول النامية كما هو الحال في جنوب السودان لم تستطيع التكيف مع التغير المناخي، وبالتالي على الدول المتقدمة أن تعمل على تخصيص الموارد من أجل البقاء. السيد جون بايايا، أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وأود أن أشكرك أيضا على مشاركتك، وأتمنى لجنوب السودان وكل الدول المشاركة في هذه القمة الضخمة لكوب 27 أن تستفيد منتهى الاستفادة من هذه القمة. شكرا لك سيد جون، شكرا لك. وما زلنا مشاهدينا الكرام مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز، والمزيد من التغطية والمزيد من اللقاءات والمزيد من الفعاليات مع كوب 27 قمة المناخ شرم الشيخ. ابقوا معنا.